أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول قبولها عضوية فلسطين في المنظمة خلال اجتماع عقدته الجمعية العامة في بكين. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن قبول العضوية انعكاس للثقة في قدرات فلسطين على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة. وأكد المالكي أن فلسطين ستستمر في سعيها الدؤوب للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية. يشار إلى أن 75 دولة من أعضاء الجمعية صوتت لصالح القرار رغم محاولات إسرائيل والولايات المتحدة عرقلة ذلك.